خل نكتب تاريخ الأمة من بيت الأحزان حتى الزهرة تكون الشاهد يا سيد الأكوان. خل نكتب تاريخ الأمة من بيت الأحزان حتى الزهرة تكون الشاهد يا سيد الأكوان. وخذ ناظرة منه يا بوز صيح صيح وخذ لما ساكت يا سيد الأكوان. خل نكتب تاريخ الأمة من بيت ال... لا تلطم لا تلطم جاوب حتى الزهرة تكون الشاهد ايدك. خل نكتب تاريخ الأم من بيت الأحزان حتى الزهرة تكون الشاهد وخذ نظرة وخذ نظرة من يا بوس ها وخذ يا بوس يا سيد الأكوان. صيح يا سيد ال... اسمعني اسمعني. خل نكتب تاريخ الأمة من بيت الأحزان حتى الزهرة تكون الشاهد يا سيد الأكوان. خل نكتب تاريخ الأم من بيت الأحزان حتى الزهرة تكون الشاهد يا سيد الأكوان. وخذ نظرة يا بوس صيح وخذ ونا ونا حسينية يا سيد الأك. خل نكتب خل نكتب تاريخ الأمة حتى الزهرة تكون الشاهد. خل نكتب خل نكتب تاريخ ما شاء الله ما شاء الله هلا بيك. حتى الزهرة تكون الشاهد وخذ نظرة وخذ نظرة يا ابو اعلى هلا يا سيد الأكوان. ايدك يا سيد ال... عن اميتك يا المصطفى احكي بدمه عيل الآلام بعدك عادل والله ما ودعت نصبة وسقيفة الظلام وياي نصبة وسقيفة الظلام أهرف ضوي صيتك يا أسف أهرف ضوي صيتك يا أسف وتآميروا على الإسلام اي ما قبلوا البيع العالي. صح هلا ما قبلوا البيع العالي اي ترفض عبي ديل الصنام اي ترفض عبي ديل اي اخذوها وقالوا بالشورى ونقاد الكرار ما راعوا كل حرمة وبابك شبوا بيك النار اخذوها وقالوا بالشورى ونقاد الكرار ما راعوا كل حرمة وبابك شبوا بيك النار. بقيت جمرة يا بوزة صيح صيح بقيت ما شاء الله احكي احكي يا سيد ال... خل نكتب تاريخ خل نكتب تاريخ الأمة حتى الزهرة اكتب اكتب. خل نكتب تاريخ الأمة وخذ يا بوز اعلى
سيد الأكوان يا سيد الأكوان ألطم ألطم يا سيد للشاعر السيد عبد الخالق المحنى اي عن أميتك هلا يا المصطفى هذا النص أغاتي اي عن أميتك والله يا المصطفى أحكي بدومه اي وآلام اي بعدك عادل ما ودعت والله بعدك عادل ما ودعت اي نصبه وساقي فالظلام ها نصبه وساقي فالظلام اي رفضا وصيتك يا أسف رفض وصيتك يا أسف والله وتآميروا عالإسلام إي ما قبلوا البيع العالي إي ما قبلوا البيع العالي إي ترفض عبي دل أصنام أخذوها وقالوا بالشورى ونقاد الكرار ما راعوك الحرمة وبابك شبوا بيك النار شبوا بين اي أخذوها وقالوا بالشورى ونقاد الكرار ما راعوك الحرمة وبابك شبوا بيك النار بقيت جامرة يا بوس ون ون بقيت يا الله يا سيد يا سيد الأك خل نكتب خل نكتب تاريخ الأمة من بيت الأحزاب حتى الزهرة خل نكتب ما شاء الله فدوة فدوة روح لك احجي إيه حتى الزهرة تكون الشاهد وخذ نظرة وخذ أعلى ونة ونة وخذ ما شاء الله إيه يا سيد إيه هجموا على دار بحقد هلا بيك اي هجموا على الدار بحقد والبضعة كانت بالدار عمي لاذت ورا الباب وبعد اي لاذت ورا الباب وبعد عندك خبر يا المختار عندك خبر يا المختار كسر الضلع ما ينجبر والله كسر الضلع ما ينجبر شاهد يظل ليل بسمار اي عصره والمحسين ويقع وبغمده ظل الفقار وبغمده ظل نعرف داح الباب وعزمه ويعرف الميدان نعرف داح الباب وعزمه ويعرف الميدان لكن قرر صابر يبقى ويظل الاذان ويظل الاذان جبل صابره يا بوزة جبل جبل ما شاء الله يا سيد الأكوان يا سيد خل نكتب خل نكتب تاريخ الأم من بيت حتى الزهرة تكون الشاهد يا سيد الأكوان خل نكتب خل نكتب تاريخ الأم من بيت الأحزان حتى الزهرة تكون الشاهد يا سيد الأكوان وخذ نظرة وخذ نظرة يا بوس
مأجور حبيبي. بارك الله بيك. يا سيد الأكوان يا سيد الأكوان، غصبة وفيدك يا المصطفى، وقالوا علي مو أول، قالوا علي بعد بعد أعلى، قالوا علي إل هذا الحيصل من أميتك، والله ويك الواضع تتبدل، ايو المريضة بالمرتضى، ايها الأمة لازم تنذل، ايها الأمة لازم ايو الدخلات بدينك طمع، اي غير الحكم ما تقبل، حيدر يبقى ويبقى الاول بالدم موقعين، والما يرضى بحيدر اول لا دنيا ولا دين، لا دنيا ولا صيح صيح لا دنيا ولا اي حيدر يبقى ويبقى الاول بالدم موقعين، والما يرضى بحيدر اول لا دنيا ولا اعلى لا دنيا ولا نطيع عمره يا بوس، نطيع نطيع هلا هلا يا سيد الاك، خل نكتب حتى الزهرة، حتى الزهرة تكون الشاهد يا سيدي، لا تبخل لا تبخل على الكريم، ما شاء الله، اي حتى الزهرة تكون الشاهد يا سيدي الأكوان، وخذ نظرة وخذ أعلى، اخذ اخذ يا سيد الأكوان يا سيد غصبا وفيدك يا المصطفى، وقالوا علي مو أول، قالوا أعلى، قالوا اي هذا الحيصل من اميتك، اي ويك الواضع تتبدل، اي والمريضة بالمرتضى، هالأمة لازم تنذل، هالأمة لا اي والدخلات بدينك طمع، غير الحكم ما تقبل، حيدر يبقى ويبقى الاول بالدم موقعين، والما يرضى بحيدر اول لا دنيا ولا اعلى اعلى لا دنيا بعد اعلى لا دنيا حيدر يبقى ويبقى الأول بالدم موقعين، والما يرضى بحيدر أول لا دنيا ولا نشمي لا دنيا نطيع عمره يبوس، ونه ونه ما شاء الله يا سيد ال خل نكتب خل نكتب تاريخ الأمة من بيت الأحزان، حتى الزهرة تكون الشاهد يا سيد الأكوان، خل نكتب تاريخ الأمة من بيت الأحزان، حتى الزهرة تكون الشاهد يا سيد الأكوان، وخذ نظرة وخذ ما شاء الله وخذ هلا بيك وغوص يا سيد الأكوان، يا سيد الأكوان.
اليوم يا سيد يا سيد عود النيبة برض الحقد وتغذى من الأكباد عود النيبة والله برض الحقد وتغذى من الأكباد بيك النفع ما يرتجى بيك النفع ما يرتجى شارب حالي بالأحقاد صيح هلا شارب حالي بالأحقاد ندرب فعل هندب أوحد عم ندرب فعل هندب أوحد وغذت ابن هب يا زاد ذاك الحقد منهج يظل يتوارثون الأحفاد يتوارثون ذاك اللي يدفع خرب افعاله ويقطع راس حسين نعرف افكاره وتربيته نعرف اصله منين ذاك اللي يدفع خرب افعاله ويقطع راس اعلى اعلى يقطع راس صيح يقطع راس نعرف افكاره وتربيته ونعرف اصله منين اهل غدرة يا بوز اهل غدرة ما شاء الله يا سيد خنكتب تاريخ الام من بيت الاح حتى الزهرة ما قصرت رايتك بيضة ان شاء الله خل نكتب تاريخ الامة من بيت الاحزان حتى الزهرة تكون الشاهد يا سيد الاكوان واخذ نظرة يا سيد الاكوان يا سيد عود النيبة برض الحقد سمعني عود النيبة والله برض الحقد وتغذى مني الأكباد بكل نافع ما يرتجى شارب حالي بالأحقاد شارب حالي اي ندرب فعل هندي بأحب والله ندرب فعل هندي بأحب تحشي لولا ندرب فعل هندي بأحب اي غذت ابن هب يا زاد ذاك الحقد منهج يظل يتوارثون الأحفاد يتوارثون الأحفاد ذاك اللي يدفع خرب افعاله ويقطع راس حسين أعلى يقطع راس بعد يقطع إيه نعرف أفكاره وتربيته ونعرف أصلا منين نعرف أصلا بعد احكي نعرف أصلا إيه أهل غدرة يا بوز صوتك أهل لا تبخل يا سيد خنكتب تاريخ الأمة اكتب عمي خل نكتب تاريخ الأمة من بيت الأحزان ايه حتى الزهرة تكون الشاهد يا سيد الأكوان ايه وخذ فدوة لهالصوت الحسيني خذ
سبتك يا طاهب كربلاء سبعين الف طلعة وليه وانت بحادي فك بينت يا ذيني كل من يا ذي يا ذيني ايه بعد الذبح بعد السلب والله خيل العيدة تدوسي عليه خيل العيدة تدوسي عليه قالوا خيرج عن مليتك وهذا انت صارت سميه هذا انت والأمة ما رادت سبطك وتريد ابن زياد وتريد ابن زياد لازم يرفض هالبغيرة فشلوا ما تراد فشلوا ما تراد والأمة ما رادت سبطك وتريد ابن زياد لازم يرفض هالبغيرة فشلوا ما تراد ولا تبرى يا ابو الزغرة ولا ما شاء الله اي يا سيد الأك خل نكتب حتى الزهرة حتى الزهرة تكون الشاغ يا سيدي فدوا اروح لك اعلى خل نكتب تاريخ الامة من بيت الاحزان حتى الزهرة تكون الشاهد يا سيد الاكوان اخذ نظرة وخذ يا باب الحوائج نظرة نظرة هالليلة الزوارك يا سيد الاكوان يا سيد سبطك يا طاهب كربلاء للشاعر السيد عبد الخالق المحنى سبطك يا طاهب كربلاء سبعين الف طلعة وليه وانت بحديثك بياني يا ذيني كل من يا ذي يا ذيني كل من ايه بعد الذبح بعد السلب والله بعد الذبح بعد السلب خيل العيدة تدوسي علي قالوا خيرج عن مليتك وهذا انتصار تسمي هذا والأمة ما رادت سبطك وتريد ابن زياد لازم يرفض هالبغيرة لازم يرفض هالبغيرة فشلوا ما تراد فشلوا ما ايه ولا تبرى يا بوز صيح صيح ولا فدوا روح لك ايه يا سيد خل نكتب خل نكتب تاريخ الأمة ما شاء الله فدوة فدوة أجرك على العباس إن شاء الله وخذ نظرة وخذ يا أبو الزهرة وخذ يا سيد الأك ماضينا يشهد بالألم وتضاعف بحاضرنا وتضاعف بحاضر شنو صار عمي
وبهالمصايب سيدي بس حبكم صبرنا بس حبكم يا علي يا علي بعد هلا بس حبكم اي شفنا العجب من امتك شفنا العجب من امتك والله ما شفنا من ينصرنا بين الظلم بفتويته بين الظلم بفتويته بين اللي يفجرنا بين بعد بعد بين الذي بين الذي اي واللي يذبح عشرة من الشيعة حق يتعشى وياك ذنب الشيعة تحب العترة وتعادل عاداك وتعادل ايه واللي يذبح عشرة من الشيعة حق يتعشى وياك ذنب الشيعة تحب العترة وتعادل عاداك وتعادل صفات كفارة يا بوس ونه ونه صفات ما شاء الله يا سيد الأكوان يا سيد خل نكتب تاريخ خل نكتب تاريخ الأمة خل نكتب خل نكتب سمعني جوابك إيه حتى الزهرة تكون الشاهد وخذ نظرة وخذ يا سيد الأكوان يا سيد ماضينا يشهد بالألم وتضاعف بحاضرنا وبهالمصايب سيدي وبهالمصايب سيدي بس حبكم صبرنا صيح بس حبكم اي ما شفنا اي والله نعم شفنا العجب من امتك اي شفنا العجب من امتك اي ما شفنا من ينصرنا بين الظلمنا بفتويته بين الظلمنا بفتويته بين الذي يفجرنا صيح بين الذي يفجرنا اي واللي يذبح عشرة من الشيعة حق يتعشى وياك ذنب الشيعة تحب العترة وتعادل عاداك وتعادل بعد بعد وتعادل وتعادل صفات كفرة يا بوزة صيح صيح صفات يا سيد الأكوان يا سيد خل نكتب خل نكتب تاريخ الأمة اكتب خل نكتب تاريخ الأمة مأجور حبيبي اي حتى الزهرة تكون الشاهد اي وخيف هلا يا سيد عهدنا ما نترك علي عهد عهد عهدنا ما نترك علي
نترك علي عهدنا ما نترك إلى آخر نفس نبقى وياه والمحسين وكسر الضلع ثار وأبد ما ننسى ثار اي فدوة لابو اليمة النحر هلا فدوة لابو اليمة فدوة لا احشي فدوة لابو اليمة عليك الحسين اعلى فدوة لابو اليمة اعلى فدوة لابو قطع النحر نتمنى هاي الكرامة وهالشرف بس بهواكم نلقى بس بهواكم نلقى ما نتغير وانت الشاهد عن حب أهل البيت صيح عن حب أهل الأعلى عن حب أهل البعيد عن حب أهل ال... وإحنا بطاع عمرك يا الهادي وانت اللي وصيت وانت اللي نشمي وانت اللي على العترة يا بوز صيح صيح على يا سيد الأك خل نكتب تاريخ الأمة من بيت الأحزان حتى الزهرة تكون الشاغد يا سيد الأك أعلى نشمي خل نكتب تاريخ الأمة من بيت الأحزان حتى الزهرة تكون الشاغد يا سيد الأك وخذ نظرة هلا هلا وخذ يا سيد الأكوان الطم حبيبي يا سيد الأك بعد بعد يا سيد الأكوان هلا بيك يا سيد الآن عهدنا ما نترك علي عهدنا ما بعد بعد عهده وانت يم العباس يا علي عهدنا ما الاخر نفس نبقى وياه والمحسين وكسر الضيلع والمحسين وكسر الضيلع احسار وابد ما ننسى للموت ويا الزهراء اعثار وابد ما ننسى فدوى لابو اليمة النحر صيح هلا فدوى لا تتعب لا تتعب فدوة لا بل بعد بعد فدوة لا بل اي قطع النحر نتمنى اي قطع النحر خوفنا اي قطع النحر نتمنى اي هاي الكارة الشرف بس بهواكم نلقى بس بهواكم نلقى ما نتغير وانت الشاهد عن حب اهل البيت صيح عن حب اهل الاعلى عن حب اهل الاعلى واحنا بطاع عمرك يا الهادي وانت اللي وصيت وانت اللي وصيت على يمن على العترة يا بوز صيح على العترة يا بوز
يا سيد خن نكتب تاريخ الأمة.